خدامين مع هاد الناس هذا، هنا كناكلوا طرف الخبز. جات دابا حيدتنا وحنا 30 عام وحنا دابا توقفنا كنخدموا دابا 400 ما بجيميش في غنمشي 5000 متر 6000 متر ب 100 مليون. دابا حنا حاليين معاهم في المحكمه ما عرفناش شنو المصير ديالنا، واكثر من 30 واحد كتعيش هنا من 2010 وانا هنا. ما هو مروك وربح مشيت راسي مرفوع انا باش هبطت، قالت لك غادي نهبط لكم غدا انا هبط لكم المحل. ها اليوم 5000 ريال المترو عباد الله، ارض قداش 5000 ريال المترو؟ واش نحرقوا راسنا هنا؟ شوف ها السكنه، اخ ديالي ساكن الفوق، ربات بيت، ثلاثه الوليدات، من غدا غيتشردوا، فين غيمشي؟ راه ساكن تما تقريبا شي 25 عام بس ساكن تما، 25 واحد فيهم نمره وحده. هانتوما دخلتو للمحل شتو السلعة باقا خضرا، فين غتمشي هاد السلعة اللي ندكدكوها؟ يلاه فين غتمشي هاد السلعة؟ هاد السلعة فين غتمشي يلاه؟ ها هو ديما السلعة هاهي باقا هنا، باقا ما مصبوغاش، خصها تدخل طيب، وقالت لك وحدة غنجي غنريب عليكم المحل. وهاد الناس هادو كيفكروا مزيان ويعطيو حق للصناعة التقليدية، ماشي غير حنا اللي خصنا نستافدو هنا. راه كاينين أسر عطاو لهاد الصناعة التقليدية خمسة ديال 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 المعلمين. كاين اللي عطيه ستة، كاين اللي عطيه في حي مولاي اسماعيل، في القرية حتى هما خصهم يستافدوا باش يكبر هذا المشروع، هذا المشروع ضخم، راه ماشي اللعب هذا، هذا راه كومبلكس، كيجيو ليه الأمراء، كيجيو الأمريكيين، الشيوخ، الهيئة الدبلوماسية، الرؤساء، باش غتكرسوا على الناس بهذه الحالة هذه، والجمعية لغاوها، والجمعية انتقموا من النائب ديال رئيس الجمعية، انتقموا منه عطاوه مكازا ودخلوا معاه واحد آخر. رئيس الجمعية حيدوا ليه مكازا. هاد الشيء راه ما خدامش. سيدنا في الخطابات ديالو شعبية العزيز، هادو ما كيطبقوهاش، شعبية العزيز يعني تهلاو ليا في الشعب. الله يجازيكم بخير. الدليل منا وعندنا المحل ديالنا حنا في الوجه من 1971. وفي 1981 ولا 80 حولونا لهنا بنا ولاد المكازات وعطاونا. مني دخل السيد ريسو شراو داك الشيء باع البا وحفظ وتيتر. وبعنا سته ديال الدور في العماره اللي عندنا في بطانه باش خلصنا هاد الارض هادي اللي 5000 متر ولا 6000 متر اللي خلصناها. وكنمشي عند بوركرا كل خميس كل ثلاث كنمشي، عطاونا رانت الاولى فين بلوس 5، عطاونا الثانيه هاكاك، عطاونا بلي ما خرجش فيها التشجير اخر المطاف اخر لحظه سمعنا بلي عندنا نزعه الملكيه، وصيفطونا السيد عاد فيهم 5000 5000 ريال المترو. كيفاش لانوت فيهن بلوس 5؟ تفاجئنا ب 5000 ريال المترو، 5000 متر ولا 6000 متر ب 100 مليون. دابا حنا حاليين معاهم في المحكمه ما عرفناش شنو المصير ديالنا، واكثر من 30 واحد كتعيش هنا. انا عندي سبعه الوليدات الصغيره فيهم هي هذه، وكلهم عندهم ولادهم، والكراجات ديالي كاريهم باش كنعيش انا ولادي وباش كبرت ولادي. كيفاش دابا الا تحبس داك الشيء ومشى شنو المصير ديال هذوك سبعه الاولاد؟ واختي كذلك واختي كذلك وخويا كذلك وخويا كذلك، كنا كنعيشوا هنا، هذا هو المصدر ديال العيش ديالنا، ما عندناش شي مصدر اخر بصفه نهائيه. قريبوا لكم دابا؟ الا ريبوا لنا دابا غنتشردوا. دابا كاين خويا هنا واختي والمكازات اربعه المكازات، هنا كاينه 900 متر. قال لك عطونا مكازه وحده. كي غنديروا لهاد الوحده؟ واحد عطاه اربعه المكازات وغير من مورانا، واحد حتى هو عطاه ثلاثه المكازات من مورانا وغير شريت خدا فيه نمره. كيفاش حنايا اللي 40 عام هنا وعندنا اربعه ديال المكازات كل مكازه بها 90 متر ناخذوا مكازه وحده؟ كيفاش غتعيش فيها 30 واحد؟ حنا ورات. فهمتي؟ المطالب ديالنا احنا ماشي ضد الحكومه، ماشي ضد حتى شي حاجه. احنا بغينا غير مصلحتنا ومصلحه الحكومه، ما نضيعوش وما نتحقروش وما نتشردوش، والحكومه فوق راسنا والقانون فوق راسنا. عرفت سيدي بوزدرا ياك فيها شي 300 متر حتى بوركراك حط فيها نزعه الملكيه، وعندنا الارض في بطانه فيها 400 متر ما فكوهاش لينا ياك، وهذه الولجه حتى هي مشات ما بقينا فهمنا والو. وملي كنا في المعامل الاولين ديال حدا القنطره ملي كنا تما، سيدنا الله ينصرو صغير 12 عام ولا 13 عام في عمره، جا عندنا هو مولا رشيد الله ينصرهم بجوج، وزارونا في المحل ديالنا وزارو تفخار ديالنا، واختي رقيه داروها في واحد البروجي تساوقوا بها، وجاو عندنا عادي الله ينصرهم ويطول عمرهم وشافي سيدنا. حنا كنترجاو سيدنا يسمعنا، كنترجاو سيدنا يسمعنا وينقذ هاد الورات اللي هما 30 واحد اللي غيتشردوا. والله ودي هادشي كيخرج من القلب، وعندي الادله على كل شيء، عندنا شوية الملكيه، عندنا التيتر، عندنا التحفيظ، عندنا كل شيء، كل شيء عندنا. فين غادي نمشيو؟ فين؟ كم صانع تقليدي هنا في منطقه الولجه سلا، هنا كنتفاجئوا بانه السلطات ولا المعنيين بالمسؤولين بغاو يخرجونا من المحل، وحنا يا اسره واجنت حنا اسره كنتكونوا بزاف، يعني المحل حنا قاسمينه، وكاينين صنايع اخرين، كاين جليج البلدي، كاين الحداده، كاين الفخار، وكنتفاجئوا بانه بغاو يعطونا نمره وحده.
حنايا ما بغيناش فهمتي، حنا هادشي هذا القرار اللي خداو ما مضرور، حنا ضروري يعني من غدا غادي نخويو، فهمتي من غدا غادي نخويو حنا المحل وما عندنا ما نديرو فهمتي. يعني حنا كنشكركم باش وصلوا الرساله ديالنا للمسؤولين، مضرورين من المحل. واش حنايا دابا انا نعطيك، انا خدام، انا عندي محل، انا عندي فيه 15 لواحد خدام، بغاو يجمعوني مع المراه، بغاو يعطونا المراه وحده، يعني اربعه المحلات مقسمين، كاين ناس اخرين استافدوا الله يسخر لهم، حنا ما تابعين حتى شي واحد. اللي استافد مزيان، انا هذا مشروع ملكي فهمتي، سيدنا الله ينصرو قال لهم تهلاو في هذوك الناس، واربعه المحلات عطاونا المراه وحده فهمتي، وعندنا فيها 2000 متر يعني فهمتي، يعني 400 مختلفين كل شنو خدام. حنا اصلا حنا من عقلنا وحنايا يعني صناع تقليديين، كنتفاجئوا بينا وبغيو يخشينا في المراه وحده فهمتي، يعني حنا كنا صنايعيه، حنا من بعد الله سبحانه وتعالى وسيدنا الحسن الثاني الله يرحمه عطاونا هذه البلاصه هذه باش نستافدوا منها كصناع تقليديين. جاو بغاو يحيدوا لينا المحل، وعندنا اللور ملك ملكيه، مشات حيدوها لينا ملك في 4000 متر، نزلوا علينا ب 250 درهم المتر كار، وحنا هي انا البرج كيبيعوا ب 14 مليون المتر كار، حنا مزيان مع هذا الشيء هذا فهمتي، ولكن هذا القرار باش هبطوا والله الا دمرونا فهمتي، هرسونا بالمزيان. انا دابا كان من الصخور وانا هنا، يعني انا مسير محل وصانع تقليدي، يعني نعطيك شي حاجه، وتبارك الله كاينين صناع هنايا وضاعوا، صناع بزاف، جليجيه، صحاب الخشب، صحاب العود، كل شيء ضاع فهمتي، قليل اللي استفدت مزيان. انا 30 عندي دابا، عندي 30 سنه من 2010 وانا هنا، ما دمروك وربح، مشيت راسي مرفوع انا باش هبطت، قالت لك غادي نهبط لكم غدا، انا هبط لكم المحل. هل يعقل بكل محل فيه خدامه، فيه فران، فيه ماتيريال غادي تحيد هكاك؟ ما بدي القرار، بغينا غير نهضروا شي مسؤول نهضروا معاه ونعطيو زعما يسمع لينا، ما كاينش شي مسؤول اللي غادي نهضروا معاه فهمتي. وحنايا عندنا هنا ارض متيتريه فيها 4000 متر، حيدوا علينا صحه علانيه فهمتي، خرجوا لنا 250 درهم المتر، يعني حنا ضايعين، ضيعونا اللور وضيعونا القدام، حنا كنطلبوا من سيدنا يوقفوا معنا فهمتي. الناس السلام عليكم، انا دابا شي 30 سنه وانا ضارب هنا، انا دابا من دابا حي هذه القايده هذه جات دابا حيدتنا، وحنا 30 عام وحنا دابا توقفنا كنخدموا دابا 400 ما بجيميش، فين غنمشيو حنايا؟ والله الا 30 سنه ضاربين هنايا خدامين مع هاد الناس، هذا هنا كناكلوا طرف الخبز. ما قام قالت لك ما عندكم ما تصوروا من عندي هنايا، قالت لك انتم خدامه سيروا ما عندكم ما تصوروا من عندي. يلا هضرنا معاه قلنا لها هذه كتجي كتسبت السيد، سبت الناس ما كتعرفش تهضر. انا من 95 ومعطانا هنايا، حنا دابا خدامه توقفنا من دابا، ما عندنا فين نمشيو، عندنا وليداتنا فين غنمشيو؟ كيجيو النصارى، الشينوا، من الميريكانيين، من اي دوله، كل شيء كيجي لهنايا. هاي البارح كانوا نصارى هنايا بزايد وما عجبهمش الحال، والله الا النصراني كيبكي البارح هنايا وحق الله، قال لك حشومه هادشي، قال لك عيب حقره، والله الا النصراني البارح علاش داتو بقى تيبكي. دابا حنا 40 30 سنه وحنا هنا، فين غنمشي؟ ما عندنا ما ناكلو، والله احنا موقفين دابا، وقفتنا عاش محمد السادس وولده الله يخليه لينا، والناس مسؤولين اللي كانوا كيشوفوا الشيء يشوفوا مع هاد الخدامه. حنا راه دابا راه موقفين، ما عندنا ما ناكلو، ما عندنا والله الا موقفين بالله، فين غنمشيو؟ فين غنعطيو بالراس دابا؟ قول لي ما عرفناش، دخنا والله الا دخنا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.